منيح، دائما بدي اشوف الابتسامة على وشكن. لازم الطاقة الإيجابية بهالبيت تنحس منكن أول شي. شو هاد؟ شدلي ظهرك، لساتك شب، لازم تكون إذنكم معنا على طول. لما حدا بيطلب شي بيحضر الشي. شو يعني بصير بالبيت؟ يعني ناجية كمان شو صاير لأمي بالضبط؟ اللي بيشوفها بيفكر إنه عاملين عزيمة لشي 100 شخص. لك ابني أنت ما بتعرفها لأمها، لما بتلاقي فرصة تتفشخر فيها ما بتروح بنوم. طيب اليوم رح نبدأ بتحدي صعب بس رح يكون ممتع كتير، أكيد رح تنبسطوا. من لحظة اللي بيفوتوا فيها الضيوف للحظة اللي بيطلعوا ما بدي أي مشاكل بنوب. انتوا إذا نمتوا بتموتوا، يعني شروط الأرض والجو مناسبة. أرجوني الهمة، يلا يا رجال تحركوا فورا. شو صار لي أنا؟ ليش ما بدلتي لهلأ؟ يا خانم أنا ما فيني ألبس هداك اللبس لو سمحتي. بلا ناجية اعملي اللي بقلك إياه، بدك توقفي قدام العالم بهالمنظر؟ مديحة خانم شو بدك فيني؟ أنت لهلأ ما لبستي، رح يوصلوا بعد شوي. لسه ما جهزت حالي، شو هالنسوة هي؟ صار لي ساعتين عم علمكن شغلكن. ناجية روحي بدلي تيابك فورا وأنا ما بطول، يلا انصراف خفية. مين انت ولا؟ يا خانم انا بس يعني انا ناجي، الدكتور ناجي، وهلا بالبيت عندكم الجرسون ناجي. ايه لك شو هالنسوه هي؟ امشي معي يلا قبل ما حدا يشوفك، امشي معي لوين؟ لشوف لوين اخذتيني. طيب امشي اشوف شوي. انت شبك وشحتيني. ليكن وصلوا جماعة. ناجية ناجية افتحي الباب بنتي. وين هي ناجية؟ ليش ما عم تفتح الباب؟ شو بيعرفني جدي؟ مشان انت افتح الباب ابني. طيب رح اقوم افتح. امشي معي من هون، يلا يلا بسرعة. لك فوت انقبر يبعت لك اطلق. يا اهلين. مرحبا، كيفك حياتي؟ منيحة. اهلا وسهلا. كيفك ابني جان؟ كتير منيح. شو اخبارك جان؟ تمام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا اهلين وسهلين، شرفتونا. اهلين فيك اسماعيل بيه. يا ميت مرحبا، إلنا زمان ما اجتمعنا هالجمعة الحلوة. تفضلوا لو سمحتوا. فوتي بنتي فوتي. تفضلي جان. أنا خايف أمك المصروعة كرمال ترجع شباب سمم حالة من بخ البرفانات. متعودة جدي لا تخاف علي، ما بيصير لشي، تعال. طيب ماشي يلا. لك بدك تروحي وتتركيني هون لحالي؟ بعد ما كان ناقصني غيرك، خليني أطلع بالأول وبعدين بطالعك. استناني. طيب استنى. الله يلعن هالمنظر، يلعن هالمنظر. لا تتحرك. طلعي أنت، طلعي.